بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنكمل في مادة تصميم الآلات 2، حنستكمل اللي هو البداية أو الشابتر التقديمي عن الجيرز اللي هو شابتر 13. المحاضرة اللي فاتت حلينا مثال لاسترجاع مبادئ الأساسية في حسابات الجيرز، بعدين تعرفنا على الجيومتريك باراميترز للبارالل هيليكال جيرز، عملنا مقارنة بين السبار جيرز والهيليكال جيرز، جبنا علاقات بين النورمال والترانسفيرس سيركلر بيتش من خلال الهيليكس انجل، وجبنا علاقة بين النورمال بريشر انجل والترانسفيرس بريشر انجل من خلال برضو الهيليكس انجل. حلينا جزام بال 13-2، بعدين تعرفنا واسترجعنا معادلة المينيمم نمبر اوف تيث تو افويد انترفيرنس في حالة بينيون مع جير، والمينيمم نمبر اوف تيث تو افويد انترفيرنس في حالة بينيون مع راك. لحد هنا وصلنا. اليوم حنحكي عن الورم جيرز. الورم جيرز او الورم جير ست بتكون مكونة من ترسين، ترس اللي هو الورم، اسمه ورم يعني شكله بيشبه حركة الدودة، والترس الثاني بسميه الجير. طبعا في حالة لو عملنا اخذنا المستوى اللي بيمر في مركز الورم جير والجير مستوى، وطلعنا او على السكشن، يعني عملنا سكشن بالشكل هذا وطلعنا عليه، حنحصل على الشكل هذا. طبعا زي ما انتم شايفين الجير له بيتش دايمتر دي جير، وفي البيتش دايمتر للورم، وفي روت دايمتر اللي هو اصغر قطر، وفي اوتسايد دايمتر اكبر قطر. الان الزاويه هذه يسموها الليد انجل لامدا، الليد انجل لامدا. الزاويه الكبيره هذه هي الهيليكس انجل، هيليكس انجل. عادة تكون الهيليكس انجل على الورم بتكون كبيرة وعلى الجير بتكون صغيرة. الهيليكس انجل على الورم كبيرة وعلى الجير بتكون صغيرة. اذا كانوا المحورين، طبعا لا واضح ان المحورين متعامدين وفي بينهم مسافة، المحورين متعامدين وفي بينهم مسافة. اذا كانت الزاوية بين المحورين 90 درجة زي ما انتم شايفين بالشكل هذا، زاوية 90 درجة، بيكون مجموع الليد انجل تاعت الورم والهيليكس انجل على الجير بيساوي ايش؟ يعني الليد انجل على الورم بيساوي الهيليكس انجل، يعني عندي هاي الليد انجل الزاوية الصغيرة هذه بتساوي الهيليكس انجل على الجير. هذا في حالة ترس، في حالة محوري الترسين بيعملوا زاوية 90 درجة مع بعض، بتكون الليد انجل على الورم بيساوي الهيليكس انجل على الجير. والاكسل بيتش، اكسل بيتش يعني المسافة اللي بيمشيها الورم في لفة واحدة لو اعطته الفرصة يمشي، لو اعطته الفرصة انه يمشي هي الاكسل بيتش. هذه الاكسل بيتش اللي هي المسافة بين سن وسن بتساوي الترانسفيرس سيركل بيتش على الجير. هذا في حالة الزاوية بين التو شافت تساوي 90 درجة. البيتش دايمتر للجير معطى علاقة بتساوي عدد اسنان الجير في السيركل بيتش للجير على باي.
الان الورم البيتش دياميتر الورم دي دبليو الو رينج الو رينج يتراوح بين سي اس بون 8 7 5 على 3 و سي اس بون 8 7 5 على 1.7. السي هي ايش؟ السنتر ديستنس سي، السي اللي هي المسافه من سنتر الورم للسنتر الجير، هذا السنتر ديستنس. معناته الورم بيتش دياميتر يتراوح بين سي اس بون 8 7 5 على 3 و سي اس بون 8 7 5 على 1.7. الليد التقدم تاع الورم جير معطى العلاقه اللي هي بتساوي الاكسل بيتش في عدد اسنان الورم، الاكسل بيتش في عدد اسنان الورم. والليد انجل، الليد انجل معطى العلاقه اللي هي بتساوي الليد على باي دي دبليو، الليد اللي هو ال والدي دبليو اللي هو البيتش دياميتر للورم جير. الان حنتعرف الان التيبل 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 بتعطيني التوث الستاندرد اند كومنلي يوزد توث سيستمز للجيرز. تيبل 13.1 معطيني الستاندرد يوزد توث سيستمز فور سبار جيرز. السبار جير بيجي التوث سيستم تاعه بيجي على وين؟ فول ديبث وستوب. فول ديبث يعني السن كامل، ستوب يعني السن قصير، يعني بيجي سن طويل وسن قصير. في حالة السن الطويل الكامل البرشر انجل بتيجي على ثلاث زوايا 20 22.5 و25. في كل حالة بلزمنا شغلتين نحسب الادندم والديدندم. يعني فهو معطينا علاقة الادندم والديدندم في حالة ال 20 البرشر انجل 20 و 22.5 و 25. في حالة السن القصير العلاقات للأدندم والديدندم مختلفة. تيبل 13.2 معطيني توث سايز ان جنرال يوز، معطيني في حالة الانجلش يونتس معطيني البريفيرد سايزز للديمترال بيتش، وفي حالة المتريك يونت معطيني الموديولز. في حالة الانجلش يونت في عندي الكورس والفاين. كورس يعني سن خشن بيكون سن عريض، فاين بيكون سن ناعم. الجنرال دايمترال بيتشز في حاله الكورس جيرز في عندنا 2 2.4 2.5 3 4 6 8 10 12 16. لاحظوا كل ما تصغر الدايمترال بيتش بيكون السن اكبر او اخشن، كل ما تكبر الديمترال بيتش السن بيصير انعم. هذا في حاله الانجلش. في حاله المتريك يونتس في عندي البريفيرد سايز واحد للموديول 1 1.25 1.5 2 لحد 50. طبعا الموديول بيساوي 1 على الديمترال بيتش، الموديول بيساوي 1 على الديمترال بيتش. معناته كل ما زاد الموديول كل ما كان السن خشن اكثر، كل ما كان اكبر واسمك. هذا تيبل 13.3 معطيني توث بروبورشنز فور 20 ديجريز ستريت بيفل جير. بيفل جير اللي هو زي الجيرز الموجوده في الديفرنشال تاع السياره، بوزع الموشن على العجلات اللي هو بيجي في حاله سيارات الدفع الخلفي. بيكون عند اللي هو بيسموها الكورونا، هنا بيسموها البطيخة او سميها الديفرنشال. احنا فالديفرنشال جواه بيكون بيفل جيرز. معطيني الوركينج ديبث از ا فانكشن اوف دايمترال بيتش، معطيني الكليرنس الفراغ بين سن وسن، معطيني الادندم للجير، معطيني الجير ريشيو، معطيني الكوفيننت 10 ديجريز ريشيو، الفيس ويث والمينيمم نمبر اوف تيث. تيبل 13.4 معطيني الستاندرد توث بروبورشنز فور هيليكال جيرز، معطيني الادندم الديدندم البينيون بيتش دياميتر الجير بيتش دياميتر والنورمال ارك توث ثيكنس
بينيون بيز دايميتر والجير بيز دايميتر والبيز هيليكس انجل. على الجهه اليمين معطيني السنتر ديستنس، الجير اوتسايد دايميتر، البينيون اوتسايد دايميتر، كلها جيومتريك باراميترز في حاله هيليكال جيرز. تيبل 13.5 معطين ريكومندد بريشر انجلز اند توث ديبثز فور وورم جيرز للتروس الدوده. اذا كانت الليد انجل بين 0 ل 15 بيستخدم بريشر انجل 14.5، من 15 ل 30 بيستخدم بريشر انجل 20، لو اخذنا من 40 ل 45 ليد انجل بيستخدموا البريشر انجل 30. وبغض النظر عن البريشر انجل معطين الادندم والديدندم. في نوع ثالث اللي هو الكروست هيليكال جيرز. الكروست هيليكال جيرز بتكون عندي تو هيليكال جيرز. انا الحاله مبينه عندي هيك، عندي المحاور محور البينيون محور الجير بيعملوا 90 درجه مع بعض. هاي واحد. اثنين في مسافة في offset distance بينهم، يعني أول شيء المحاور بيعملوا زاوية مع بعض وفي مسافة بين المحاور، هذه crossed helical gears. ممكن تكون الزاوية 90 أو غير 90، بس الأكثر شيوعا يعني هو 90 درجة. ال helical gears بتيجي right hand gears وليفت هاند جيرز. تطلع على الرايت هاند، تطلع على الجير الاسود هين، بتلاحظوا انه السن رايح لورا، هذا رايت هاند. تطلع على الجهه اليمين على الليفت هاند للامام، يعني كانه شحطه لورا، هذا رايت هاند، شحطه للامام ليفت هاند. طبعا الدايركشن اوف موشن بيعتمد مين هو الدرايفر. هذا الشكل مبينه في كل الحالات في حاله كروست هيليكال جير. في اول حاله هذه الجيرز القطع تاعها رايت هاند، الحاله اللي هي السطر الاول. الدرايفر هين بدور التحتاني بدور كلوك وايز، فبيعمل ثرست فورس من الشمال لليمين، فالترس هذا بتحرك لأعلى. الثاني الدرايفر الترس السفلي، هذا الدرايفر بتحرك بلف، لو طلعت عليه من اليمين بلف زي هيك، يعني نازل بيكون، فالترس الثاني حيلف كلوك وايز بهذا الاتجاه. الحالة الثالثة عندي رايت هاند، الدرايفر هين بلف بعكس عقارب الساعة، يعني هذه الحالة هذه نفس الحالة الأولى، بس بدل ما بلف كلوك وايز بلف كاونتر كلوك وايز. لف كاونتر كلوك وايز بنعكس الاتجاه، يعني هين طالع طلوع لأعلى، هين حينزل نزول، والثرست بصير بالعكس. الحالة الرابعة هي نفس الحالة الثانية، بس عكسنا الاتجاه، فبيعكس مكان البيرنج وبيعكس اتجاه ايش الدريفن جير. الان عندكم assignment ديو اللي هو الاربع، مظبوط. بدك ترسم ترسين right handed draw two right handed cross helical gears in mesh. بدك ترسم على السوليد وورك ترسين right handed. assume one of the two gears to be the driver and assign a direction of rotation. هتخلي واحد منهم الدرايفر، خلي واحد منهم الدرايفر وحدد اتجاه الدوران. Specify direction rotation of the driven using two views. ورجين اتجاه دوران الترس باستخدام two views. الترس الآخر. عيد A و B
مع عكس ايش؟ الاتجاهات، مع عكس الاتجاهات. عيد A و B و C، خلي الدرايفر الاذر جير، يعني انت بتاخذ واحد منهم درايفر، مره كلوك وايز ومره كاونتر كلوك وايز، هاي حاله. حاله انك تاخذ الترس الثاني هو الدرايفر وتعمل مره كلوك وايز ومره كاونتر كلوك وايز، في كل حاله تعطيني التو فيوز عشان تفهموا الطبيعه. هذا المطلوب الاول. نفس الاشي اثنين، درو تو ليفت هاند كروس هيليكال جيرز ان مش، بدك ترسم نفس يعني نفس واحد، بس بدل ما حيكون رايت هاند حيكون ليفت هاند، وعيد الخطوات اللي في واحد. Try to find a quick method to recognize directions of rotation with ease. حاول تشوف طريقة عشان تعرف اتجاهات الدوران بسهولة. هذه يوم الأربعاء. سلموها للمهندس عبد الله. طيب عندي زي ما انتم شايفين الجيرز هذه right handed، يعني لو طلعت بهذا الاتجاه هتشوف السن مايل لورا، لو طلعت على الترس الابيض من الجهه هذه برضه هشوفه راجع لورا، معناته الاثنين two right hand gears. لو طلعت هين على الحالة هذه هذا الدرايفر، هذا الدرايفر هحاول يدفعه لأعلى، الآن طبعا حيكون طالع طلوع، هو في المنظر هذا حيكون ايش؟ طالع طلوع. الآن هذا الدرايفر بس ايش؟ هعكس لتحت، هينعكس ايش؟ الاتجاه. يعني في الحالة الأولى حيكون هذا طالع طلوع، في الحالة الثانية بيكون نازل نزول. على أي حال هذه جربوا لي على السوليد وورك وشوفوها على الطبيعة، مرة رايت هاند مرة ليفت هاند، وفي الحالة في الحالتين تعملوا الدايركشن كلوك وايز وكانتر كلوك وايز، والحالة الثانية بتعملوا بتخلوا الأذر جير ذا درايفر كلوك وايز وكانتر كلوك وايز. هنحل اكزامبل A gearbox is needed to provide a 30-to-1 ratio. مسموح لك خطأ بلس أو ماينس 1%. يعني الجير ريشيو النهائية 30. Increase in speed. طبعا هذا الجيربوكس حرفع السرعة، حرفع السرعة. يعني الانبوت أو الاوتبوت حتكون سرعته 30 ضعف الانبوت تقريبا. While minimizing the overall gearbox size, specify appropriate teeth numbers. طبعا انا هاي مقترح عندي gearbox، خليني اسمي هذا 2 وهذا 3 هذا 4 وهذا 5. ليش بديت من 2؟ دائما في الميكانيزمز لينك واحد هي الثابت صح، فالسبورت هي واحد، معناتها هذه 2 3 4 5. لو فرضت الجير ريشيو على الترس هذا هي نفسها الجير ريشيو، معناته هتكون الجير ريشيو بين 2 3 و4 او بين 4 و5 اللي هي ممكن احكي ان 2 على ان 3 بتساوي ان 4
على ان 5 بتساوي جذر 30. كم بتطلع جذر 30؟ خلينا نحسبها سريع. خمسة فاصلة أربعة سبعتين. طبعا واضح انه اصغر ترس حيكون ايش؟ 5. حيكون اصغر ترس 5. لو حكينا البرشر انجل فاي بيساوي 20 درجة وحسبنا المينيم نمبر اوف تيث تو افويد انترفيرنس على بريشر انجل يعني عادة حتكون في حدود 16 درجة 16 سن لت ان 5 بتساوي 16. معناته ان 4 ايش بتساوي؟ 5.477 في 16 كم تطلع؟ 87. كم؟ 87. يعني 88 فيش كسور تقريبا. ثمانية وثمانين. لكن أنا عندي أن 2 على أن 3 بتساوي برضو 5.477 ممكن أخلي برضو أن 3 نفس أن 5 بصير ولا بصيرش؟ أن 3 نفسها أن 5 وحكينا أن 3 بتساوي 16 برضو بطلع أن 2 بتساوي 88. هكذا الريشيو الكلية الـ E برودكت للدرايفنج هكذا 2 درايف 3 أن 2 على أن 3 وأربعة درايف 5. يعني أن 2 عندي وين أن 2؟ 88. في أن 4 على 16 في 16 كم تطلع؟ 30.25. الآن البونت 5 على 30 في 100 كم تطلع؟ الايرور فاصلة 8.33 يعني أقل من 1% مقبول يعني. طبعا ما طلعش اكزاكت 30 لأن احنا قربنا هنا صح؟ شوف الاكزام اللي بعده نفسه. A gearbox is needed to provide an exact 30 لواحد. يعني الجير ريشيو حتكون exact 100%. بدنا نحدد specify appropriate teeth numbers. معناته exact مش حناخد square root. ممكن نحكي والله
عندي هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ممكن نحكي أن اثنين على أن ثلاثة ستة، مظبوط؟ وأن أربعة على أن خمسة بتساوي خمسة، يعني التوتال ريشو ستة في خمسة 30. هيك اكزاكت. طبعا البشر انجل لازم يكون له نفس الاشي. التلاتين بتساوي ستة في خمسة، يعني انا بدي احكي عن الاي ايش بتساوي؟ اثنين الدرايف ايش؟ ثلاثة، وأربعة يعني حتساوي أن اثنين على أن ثلاثة في أن أربعة على أن خمسة، لأنه هذا اثنين مش مع ثلاثة وأربعة مش مع خمسة، والكلية هو بيحكي لي بديها 30%. طبعا ممكن احكي 10 في 3 بس خليهم، يعني ممكن اعمل 10 في 3 او 15 في 2. لو حكيت 6، لو هذه 6 كانت هذه حتكون ايش؟ 5. 6 في 5 30. انا عندي ان 2 على ان 3 بتساوي ستة، يعني لو كان أن ثلاثة بتساوي مثلا 16 17. المهم أنا أتجاوز المينيمم نمبر أوف تيث تو أفويد إنترفيرنس. 16 هتكون أن اثنين 96. لو كانت أن خمسة بتساوي 16 هتكون ان 4 80 80 سنة. شوف المثال اللي بعده. طبعا المثالين السابقين نوع الجير بوكس كومباوند جير بوكس. ليش؟ على الشافت هذا في ترسين بدوروا بنفس السرعة، عشان هيك بسميه كومباوند. A gearbox is needed to provide an exact 30 لواحد increases speed. برضه ال gear ratio الكلية 30. The input and out shaft should be in line. يعني هاي محور ال input، هاي 2 3 4 5 محور ال input shaft. هيكون يساوي نفس محور الاتوتشر، يعني نفس جير البوكس على السيارة. جير بوكس على السيارة بيكون الانبوت والاوتبوت على نفس المحور، بس كل واحد بدور لحاله، يعني هذا بدور لحاله، اكيد هذول لحالهم سرعات مختلفة. طيب يعني اول شيء الاوفر جير ريشيو اللي هي الاي بتساوي ايش؟ 30 بتساوي 2 درايف 3 ان 2 على ان 3
أربعة خمسة وأربعة درايف خمسة هاي معادلة واحد طيب السنتر ديستنس هذه نفس الاشي صح؟ السنتر ديستنس بيساوي دي اتنين دي اتنين زائد دي ثلاثة على اتنين صح؟ بدي احكي التو سنتر ديستنس بيساوي دي اتنين زائد دي ثلاثة بيساوي دي أربعة زائد دي خمسة والديز على فرض إنهم كلهم نفس الديمتر البيتش أو نفس المديول حيكون أن اثنين على الديمتر البيتش زائد أن ثلاثة على نفس الديمتر البيتش سو أن أربعة زائد ان خمسة يعني حيكون عندنا ان اثنين زائد ان ثلاثة بتساوي ان اربعة زائد ان خمسة خلينا ابدا من عند ثلاثة بدي احط انا اعمل جدول عندي ان اثنين ان ثلاثة ان اربعة وان خمسة طيب لو حكيت ان ثلاثة بتساوي 16 وان خمسة بتساوي مثلا لا احنا عن معادلتها عندنا التوتال جير ريشيو اللي هي يعني بدك اياها مرحلتين معناته يعني تحكي والله ان اثنين على ان ثلاثة بتساوي ستة وان الان عندها هاي معادلة معادلة بتحكي وهي معادلة بدك تحكي ان اربعة على ان خمسة مش هيزبط بتساوي خمسة مش هيزبط معها مش هيزبط لانه انت تقريبا حكيت عندي يعني هو ثلاث معادلات ان اثنين على ان ثلاثة بتساوي ستة وان اربعة على ان خمسة لانه هذه حتكون ايش مكررة هذه ايش مكرره لانه انا اخذت هذه من هذه معناته عندك معادله اثنتين ثلاثه لو فرضنا ان ثلاثه 16 حتكون ان اثنين كم ان ثلاثه 16 96 ان اثنين طيب 96 96 بعدين عندي ان 4 على ان 5 خلينا نسهل المعادله
عندي ان 4 على ان 5 يعني احكي ان 4 بيساوي 5 ان 5 ما تحكون عندي هين ان 3 ان 2 زائد ان 3 بيساوي 5 ان 5 زائد ان 5 يعني 6 ان 5 يعني ان 5 بتساوي ان 2 زائد ان 3 على 6 16 زائد 9 112 16 زائد 9 كم؟ 6 زائد 96 على 6 18.8 معناته مش هيظبط مش هيظبط جرب 17 ان 2 هتكون 17 في 6 كم؟ لا انا بدي اياه اكزاكت بدي اكزاكت اذا قررت بتبطل اكزاكت جرب 17 102 احسب ان 5 102 زائد 17 على 6 19.8 برضو مرفوض جرب 18 18 في 6 كم 18 في 6 108 108 احسب ان 5 21 معناته هذا صح معناته ان 4 كم تطلع 105 105 لا انا بدي اكزاكت ريشيو اذا قررت بتبطل اكزاكت لا تيجي ترجع تعوض في المعادله هذه اي بيساوي ان 2 ان 4 على ان 3 ان 5 بتبطل 30 وانا في الديزاين كونسيدريشن بحكي لك بدي اكزاكت ريشيو 30 مش معطي لك نسبه خطا طيب نشوف كيف نعمل فورس اناليسز ل سبار جيرز يعني السن عدل انا عندي ترسين هاي بينيون هاي جير البينيون بدور باتجاه عقارب الساعه السرعة ان 2 الجير طبعا حيدور عكسه بعكس عقارب الساعة سرعة زاوية ان 3 هذا هو البيتش دايميتر للبينيون هذا البيتش دايميتر للجير هذا البرشر لاين البرشر لاين هذا التنجنت لاين للتو جيرز عند البيتش بوينت هذا هتكون ايش البرشر انجل الآن البينيون حيكون يدفع الجير باتجاه البرشر لاين باتجاه البرشر لاين معناته التوتال فورس من البينيون البينيون حسميه 2 والجير 3 حتكون اف 2 ل 3 من البينيون على الجير اللي اف 2 3 هذه الزاويه البرشر انجل فاي هين حتكون عندي ايش اذا بنقل فورس هذه لهين تنتقل لفورس ومومنت معاكس هين بتعمل مومنت بهذا الاتجاه كاونتر كلوك وايز اللود حيعكسه كلوك وايز حكون عندي هين اف عند الشافت بي 3 وين حكون عندي تورك على الشاب ب 3 معاكس طبعا الفورس هذه على البينيون بتكون معاكسه
هتكون عندي اف 3 2 بتساوي نيجاتيف اف 2 3 اف 3 2 وهذه البريشر انجل. هنا عندي الانبوت تورك اكيد في عزم تي عند الشافت A 2 وفي طبعا رياكشن فورس اللي هي F A 2. طبعا ال F 2 3 لو حللنا المركبات التنجنشال كومبوننت هي الوحيدة اللي تنقل عزم، الأذر كومبوننت بتأثر على البيرنج بتاعت الشافت، الأذر كومبوننت تأثر على البيرنج بتاعت الشافت. معناته التنجنشال كومبوننت هتكون اللي هي اف 2 3 كوساين الفاي، والنورمال او الراديال كومبوننت هتكون اف 2 3 ساين الفاي. التورك هيكون ايش؟ اف 2 3 في الراديوس بتاع الجير. معناته دبليو تنجنشال الان هي صوره مكبره انا ماخذ الجير او هذا البينيون، هذا البينيون الانبوت، احنا حكينا البينيون بدور كلوك وايز ففي عزم عنده في هذا الاتجاه تي اي 2 في الفورس اللي من الجير على البينيون بهذا الاتجاه حللناه لمركبتين، واحده اف 3 2 تنجنشال و F 3 2 راديال، وهذه الفورس الكلية هي F 3 2. طيب بعمل فورس أنا زي عندي الشافت حيكون عندي F A 2 راديال وعندي F A 2 تنجنشال. معنى W تنجنشال، تنجنشال لود بتساوي F 3 2 تنجنشال. ال F 3 2 تنجنشال هتكون F 3 2 كوساين الفاي، والتورك بتساوي نصف القطر اللي دي على 2 في التنجنشال لود، والباور بتساوي التورك في اوميجا. فهتكون التورك لو دي على 2 دبليو تي في اوميجا. السرعه طبعا هين السرعه بالوحده اللي هي في دي على 12، في دي انا على 12. السرعه اساسا ايش بتساوي؟ اللي هي دي على 2 في اوميجا، صح؟ بتساوي دي على 2 اوميجا اللي هي 2 باي على 60 في ايش؟ في ان نون باي يعني هتكون باي دي ان على 60. طبعا هذه المعادله هذه في حاله ايش؟ فيت بير مينيت، هتعمل تحويلات الوحدات فيت بنسيب باي دي ان على 12. طيب اللي هي السرعه المحيطيه، هين حيكون الدي الجير دايمتر ان انش، يعني لو كانت هذه ان انش عشان احولها الواحد هذه فيت بير مينت عشان احولها باي على 60، الدي عشان احولها الانش لفيت حقسم على 12، مظبوط؟ في بدي اقسم على 12. نعم؟ عشان احول من متر ضرب
لاحظ شوي لقيت الاوميجا عندي تساوي 2 باي على 60 في ان. طبعا الان بالار بي ام، الان وحدتها ار بي ام ماشي، والدي وحدتها بايش؟ بالانش، وحدتها بالانش، يعني حتكون عندك الفي بتساوي باي، حنحكي الدي عندي في ايش؟ بالانش، الانش حيكون واحد يعني انش في واحد على 12 قدم لكل انش، صح؟ مظبوط. فبصير عندك ال 12 جاي تحت، يعني تاكدوا يعني تاكدوا من الـ الوحدات هذه فقط في حاله الجير ديمتر ان انش والجير سبيد في الار بي ام. الان الجدول هذا، الجدول هذا حمر عليه كثير ومر علينا، استخدمناه في شابتر 7 لما درسنا الشافتس. معطيني الدبليو تنجنشال بتساوي 33 ألف اتش على في، وبتساوي 60 ألف اتش على باي دي ان. الدبليو تي اللي هو ترانسميتد لود، معطين وحدات هين الوحدات انجلش يونتس ومتريك يونتس. الدبليو تي في حاله الانجلش باوند فورس في المتريك كيلو نيوتن، الباور انجلش هورس باور في المتريك كيلو وات، البيتش لاين فيلوسيتي فيت بير مينيت نوت افاليبل، الجير ديميتر انش مليمتر، السبيد ار بي ام ار بي ام. طبعا هدول المعادلتين واحده فيهم انجلش واحدة ايش؟ مترك. يعطيكم العافية. حضرة جاية نكمل.